بعدين في هذه المرحلة راح يوقف الكالسيوم بعد ما له دخل. هو هاي المرحلة كلها صارت ليش؟ لأنه إحنا محتاجين عضلة القلب تنقبض. صح، بس افهم، لازم عضلات القلب تتوقد كلها وتنقبض بنفس الوقت. ليش؟ أنت عندك عضلة القلب، عندك عضلات بالفنتريكلز. خلي أرسم لكم مخطط بسيط تفهمون من عنده، راح تفهمون اللي قصده. هذا عندنا قلب، هنا البطين، هنا الأذين، صح؟ زين، هنا عندنا الاي في نود، وهنا عندنا شنو؟ اس اي نود. تنطي كهرباء للاي في نود، والاي في نود شو يسوي؟ عن طريق البندلز اوف هي سوبر كنجي فايبرز تنطي للفنتريكلز. زين، انت هسه خذها بعقلك، الخلايا الاقرب هنا هسه خليه ارسم لكم انا، خليه هنا، خليه رقم، خلينا نقول واحد، وخليه رقم اثنين، من يوصل الكهرباء اسرع؟ واحد، صح؟ زين، لو كان الكهرباء يوصلها اكثر المفروض هاي تنقبض وبعدين هاي تنقبض وبعدين هاي تنقبض، يعني كل واحده راح تنقبض لوحدها وبعمر القلب ما راح ينقبض نفس الوقت، مو صحيح؟ مو؟ شنو اللي يخليه ينقبض نفس الوقت؟ صح صح، جاب جونكشنز، صح، بس الفكره بالاكشن متين ان شاء الله. شنو يوقت انه الخلايا تنقبض نفس الوقت؟ عافيه. شلون؟ شوفوا هذا الدخول، شايفين انتم ولو شوي راح ندخل شغلات تخوف، قنابل مؤقته، شايفين قنبله مؤقته؟ احسن قنبله مؤقته، هاي القنبله شايفين الكرتون تطلع بيها فتيل، صح؟ انت اذا هسه انطيتك تلف قنابل وقلت لك فجرهم نفس الوقت، خلينا تلف قنابل، هاي تخيلوها قنبله رقم واحد وتتصور ما شاء الله قنبله رقم اثنين وقنبله رقم ثلاثه، ها؟ خيط ماكو، هسه ايش راح اسوي؟ هنا فتيل فتيل فتيل. لما اقول لك اشعل هاي، انا اقول لك لازم كلهم ينفجرون نفس الوقت، كلهم لازم شو يصير؟ ينفجرون نفس الوقت. الله اكبر. وين راح التسجيل يمكن؟ ما ادري اذا التسجيل ده يسجل، هذا يسجل خلاص. يلا نرجع على القنابل. فعندك ثلاث قنابل لازم تتفجر نفس الوقت، بس شنو الفكره؟ انا بدي اقول لك فجرهم نفس الوقت، بس انت لازم تبدا تشعل اول وحده وثاني وحده وثالث وحده. زين، شلون راح تقدر تخليهم يتفجرون نفس الوقت؟ ما انت لو انت راح تشعل هذه وهذه هو ونفس الوقت وهم نفس الطول الخياط، ايش راح يصير؟ انت شعلت هاي على ما توصل هاي راح تنفجر عليك هاي، صح؟ شلون تخليهم ينفجرون نفس الوقت؟ لا مو تربطهم مع بعض، حتى لو ربطتهم هاي راح يوصلك، تخلي هنا خيط طويل وهنا خيط اقصر وهنا خيط اقصر واحد، صح؟ حتى ينفجرون نفس الوقت. نفس الشيء نجي نطبق على خلايا القلب، خليه رقم واحد تصير بهذا الشكل، هذا الخيط مالتها، خليه رقم اثنين شلون تصير؟ اقصر. فهمت الفكره؟ فشو يصير؟ الكالسيوم راح يخلينا نتوقت انه بنفس الوقت تنبض، فلهذا عندنا هذا البلاتو فيز او هذا الكالسيوم. تركيز الكالسيوم كل خليه يختلف؟ مو يختلف تركيز الكالسيوم، القنوات اللي تنفتح كل خليه لها فتره معينه او كميه قنوات تختلف عن الثانيه، بحيث شنو توقت او كميه الكالسيوم اللي تدخل تختلف، صح؟ بس عن طريق شنو؟ القنوات الفولتج جيتد. ليش؟ حتى ما يكون نفس البلاتو، حتى شنو يصير فرق بالتايم، حتى شنو نفس الوقت كلها تنقبض، لان يعني انت ما محتاج عضله تنقبض والثانيه ما تنقبض. مفهوم الفكره؟ واضحه؟ فخلاص هذه القنابل المؤقته، واضحه الفكره؟ مفهومه للجميع؟ فخلاص بالنسبه لهذه الفكره.